أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، سيادي لليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا يا رب، برنامج الدعاء، والدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو واحد العمل كيتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وكندعيو الله تبارك وتعالى في الصلاة، داخل الصلاة كندعيو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقامنون أن يستجاب له، أن يستجاب لكم. كندعيو مورا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بدر، قال له: لا تضرن دبور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكندعو الله في حالة الفرح، وندعو الله في حالة الكرب من كيضيق عليك الحال، ويعني وكتلقى الأمور يعني مزيرة شوية. شنو اللي خصو يتقال في مثل هذه الحالة؟ سيد ربي سبحانه وتعالى كيعلمنا في القرآن الكريم، في هذه الحالة كنديروا ما يسمى بالحسبالة. الحسبالة شنو هي الحسبالة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا دعاء علمه سيد ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في واحد السياق آخر سورة التوبة، كيقول سيدي ومولاي بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. القرآن كي يختم سورة البقرة كيمتن على المؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم أي بعث الله إليكم أيها الناس رسول، له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم أي من بني جنسكم، أي من البشر، وفي قراءة من أنفسكم أي من أطهاركم، في الأسرة دياله، وفي يعني وفي الأخلاق دياله، عزيز عليه ما عنتم أيها المؤمنون، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات: عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم، حاجة اللي كتكون ثقيلة عليكم كتكون ثقيلة عليه، حريص عليكم، حريص بأن تؤمنوا، حريص بأن تلتزموا، حريص بأن لا بأن لا يعني تكون ديك التكاليف شاقة عليكم، يعني رحيم، حريص عليكم أن تدخلوا في الإسلام، وحريص عليكم أن تلتزموا بالإسلام، وحريص عليكم بأن يخفف الله عنكم، لا تكلفوا ما لا تطيقون، بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيحب المؤمنين اللي كانوا معاه واللي غيجيو من بعد منه. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيزور البقيع وكيترحم على شهداء وعلى الموتى ديال المؤمنين، وكيمشي كيزور شهداء احد وكيترحم عليهم. وشي مره زار البقيع في اواخر ايامه ودخل وسلم، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون، ودعا مع دوك الناس، ثم قال الصحابة معاه: وددت لو رأيت إخواني، تمنيت لو كنت خوتي، لو كنت شفت خوتي. فقالوا له الصحابة: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. هذا مقام ديال الصحبة، مقام كبير، مقام الصحبة مقام كبير. ولهذا الصحابة احنا عندنا كلهم، كلهم بدون استثناء فهم واحد المقام كبير عالي.
وما حدث بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى الله، ولكنهم صحابة رضوان الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمقامات ديال الصحابة محفوظة، والمقامات ديالهم كل واحد المقام ديالو، سيدنا أبو بكر الصديق عنده مقامه، سيدنا عمر عنده مقامه، سيدنا عثمان عنده مقامه، سيدنا علي كرم الله وجهه عنده مقامه، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا أبو موسى الأشعري، كاع الصحابة، أبو عبيدة عامر بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، السيدة أسماء، أمنا عائشة، أمنا خديجة، أمنا حفصة، سيدنا بلال، سيدنا عمار، سيدنا سلمان، سيدنا أبا ذر الغفاري، سيدنا معاوية، كل هؤلاء وغيرهم كاع اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به مقام ديالو كبير عندنا. ولذا قال لهم أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي ولم يروني، هم إحنا. كاع اللي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به راه من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وددت كان تيتمنى يشوفنا، فهو رحيم بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعطينا الشفاعة ديالو غدا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الناس اللي يكونوا معاه في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسقينا من الحوض ديالو واحد السقيا، واحد الشربة ما عمرنا نشوفوا معاه العطش، لأننا مآمنين بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وكنحبوه. بالمؤمنين رأوا في الرحيم، فين تولوا هذوك الناس؟ انه الدعوه ديالو هذا خطاب للناس جميعا. فين تولى اللي ما بغاش يتبع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بغاش يامن به؟ فقل في ذاك الوقت سيدنا محمد قال له سيد ربي قل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو الدعاء ديالو، حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اي حسبي يكفيني، هو ولي، حسبي الله يعني يكفيني، هو معايا، هو حاميني، يكفيني أنه معي. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، عليه توكلت، توكل لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اذا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. العرش هو واحد يعني واحد الامر مرتبط بالله تبارك وتعالى، عرش الملك، الكرسي ديال الملك. لما كيتكلموا الناس على هذا العرش، هذا اكبر من الكرسي، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان العرش العظيم وهو على عرشه، يعني على العرش استوى الرحمن، على العرش استوى رب العرش العظيم، أي المالك الملك، مالك الدنيا والآخرة وملكهما، رحمن الدنيا والآخرة. هذه القولة هذه ديال حسبي الله ونعم الوكيل كيقولها الإنسان ملي كيضيق الحال. لما الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان كيدعي كفار قريش وقليل اللي كان كيامن، فسيد ربي علمه قال له لما يضيق الحال وتشوف الناس ما بغاوش يسمعوا لك قل حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الكلام هو اللي قالوه المؤمنين لما وقع لهم موقع لهم في غزوه احد، وعدد ديال القتلى اللي وقع لهم، وتشاع الخبر ديالهم في في الجزيره العربيه بعد الانتصار ديال بدر، جات الغزوه ديال احد وعدد ديال القتلى وفرحوا الاعداء. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه باش يخرجوا لواحد القافله في حمراء الاسد، واحد المنطقه ما بين المدينه وطريق مكه، وكانوا خرجوا الكفار ديال قريش بجاو باش يهجموا المدينه، فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجوا مع غير الناس، كاين اللي مسكين ضعيف وعيان، وكاين اللي مجروح، يلاه كيرجعوا من الغزوه ديال احد، مات 70 واحد، وماتوا فيها عدد ديال الصحابه، من جملتهم سيدنا حمزه، ومن جملتهم سيدنا مصعب بن عمير.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الخبر بان كفار قريش راجعين باش يهجموا، قال الصحابه يلا هزوا سلاح ديالكم، فكان واحد فيهم كيهز خو المؤمن وهو مجروح كيهزو ويديه باش يتعدى. فلما بلغ الخبر الى كفار ذوك الناس هربوا، عرفوا بان المسلمين ما يعني ديك الهزيمه ما دات منهم والو. هادو في هذه اللحظه هذه لما ذوك المؤمنين كانوا خارجين قالوا الاخرين المنافقين قالوا راه هادو كثر منكم ما كاينش تخرجوا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم ذلك ايمان. المنافقين تقول لهم لا راه اللي مشيتوا خرجتوا راه غيقضيو عليكم غيطحنوكم. ولكنهم الذين قال لهم الناس اي المنافقين قال لهم الناس قالوا للمؤمنين اللي خرجوا المعركه ان الناس اي الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ذلك يعني الخبر ايمانا. هذه قالوا فرصه باش نمشيو ننتقموا ونجاهدوا في سبيل الله وناخذوا من الكفار بداك الشيء اللي داروا لنا. الاخرين لما سمعوا الخبر ديال المؤمنين خارجين هربوا في حالهم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اذا فهذا الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمه الحق سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في اواخر سوره التوبه لما قال له الا ما بغاوش يسمعوا منك فان تولوا فقل يا محمد حسبي الله ونعم الوكيل. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لما كيكون الانسان عنده هذا اليقين بان الله معاه فكيقول حسبي الله يكفيني راه سيدي ربي معايا ما نخاف من تحد. وهو نفس الكلام اللي قالوه المؤمنين كما قلنا في ديك الخرجه باش خرجوا لدوك الناس اللي تجمعوا ديال كفار قريش اللي تجمعوا باش يهجموا على المدينه وخرجوا لهم هما معطوبين ومجروحين وما داوهاش في الكلام ديال المنافقين اللي قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وما داوهاش فيها بل بالعكس من ذلك تقواوا وخرجوا وربي انصرهم. الاخرين هربوا وهما رجعوا لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. هو نفس الكلام اللي قالوا سيدنا ابراهيم الخليل لما رماوه القوم ديالو في النار جاء سيدنا جبريل قال له هل لك من حاجه هل لك من حاجه يا ابراهيم هل لك من حاجه. طبعا هو في وسط العافيه ومكتف وجبل ديال الحطب وهو بغاو يذوبوه حرقوه. سيدنا ابراهيم عليه السلام ثابت الجنان لان اليقين ديالو في الله كبير. هذا الكلام ايها الساده راه حنا غير كنقولوه باش نقربوا لكم المعنى والا هو راه واحد الاحساس وجداني كيجعل الانسان ما كيخافش. لا يخشى الا الله لا يسال البلاء ولكن ملي كيجي كيوقف كيثبت. فقال له سيدنا جبريل قال سيدنا ابراهيم هل لك من حاجه؟ قال له سيدنا ابراهيم الخليل اما اليك فلا اما اليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. سيدنا جبريل كان من الممكن يتلقى سيدنا إبراهيم قبل ما ينزل بالعافية ويخرجه ولكن لم يؤمر بذلك. ولكن هذاك السؤال لاش هل يعني لمعرفة القدر ديال اليقين المقدار ديال اليقين ديال سيدنا ابراهيم. ولهذا لما قال له هل لك من حاجه واش انت محتاج شي حاجه؟ طبعا هو محتاج وفي وسط العافيه فما تسولوش نقدو. ولكن سيدنا جبريل ما كان له ان يفعل ذلك الا بامر الله ولهذا ساله. فكان جواب سيدنا ابراهيم الخليل اما اليك فلا انت لا حاجه لي بك واما الى ربي سيدي مولاي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هو أول من قالها هو أول من قال حسبي الله ونعم الوكيل.
والله سبحانه وتعالى علمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإن تولوا